اهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورت وبرنامج الموهوب مع بيبو. النهارده معنا نجم من العيار الفقير واحد المواهب القرويه التي انجبتها ملاعب كره القدم على خط البحر الصغير، ومن اللعيبه اصحاب المهارات الخاصه، ولاعب له بريقه ولمعانه داخل المستطيل الاخضر او داخل مربع العمليات، الكابتن جمال عبد الجواد التيمومي على راي الكابتن المعلق الكبير الكابتن فتحي الغواب. اتفضل يا كابتن، بنرحب بحضرتك. اهلا بكم معانا في كفر متفاتك. وحقيقي احنا الزمن اللي احنا كنا فيه ده ما كانش فيه الاعلام المسلط. الاول يا كابتن عرفنا بنفسك عشان الناس اللي هي ما تعرفكش على خط البحر الصغير. بنعرفهم بحضرتك. جمال عبد الجواد بركات، كفر متفاتك، مواليد 25/6/63. نعم، نرحب بحضرتك. اهلا بكم، واحنا اللي بنرحب بكم ان كنتوا بتعيدونا للواجهه مره تانية بالبرنامج بتاعكم الممتاز دون، وكان برنامج برضو اتعملوا، بس من المميزات اللي في البرنامج ده انه قناه موجوده وبتقدر ترجع ليها في اي وقت. نعم. وبتقدر تعرف وتستقي معلوماتك منها من خلال الضيف ومن خلال القائمين على الحلقات. بنشكرك يا كابتن. الله يصلح حالك. لا دي حقكم وتاخدوه حقيقي يعني. متشكرين. المهم احنا لما نرجع للكوره بقى هنقول حكايتك ايه؟ الحكايه جت ازاي؟ الحكايه ان زي اي طفل بيلعب في الشوارع كوره، وكان ايام زمان الاماكن فيها في اماكن كتيره قوي تلعب فيها كوره. ولحد ايه ما رحت سنه اولى اعدادي، ودي كانت ايه بدايه الانطلاق وبدايه ايه دي اللي علقتني بالكوره شويه. كنت بلعب في مدرسه سلمون الاعداديه، كنت في سنه اولى خامس، وكنا بنلعب دوري بتاع فصول. فوالله انا فاكر الموقف دون، كان في واحد من الدنابيق رحمه الله عليه اسمه ياسر مصباح ابو ري، الله يرحمه. ياسر دون كان بصراحه من النوابغ. النوابغ في ايه بقى؟ هو اللي اكتشفك. لا، تعليق، وانه يكتب تفاصيل المباراه، وان يدي درجات لكل لاعب وكل الكلام ده. وكان ما شاء الله لسان لبق جدا. نعم. واسلوب ما شاء الله يعني. انا افتكر هنخرج عن الموضوع ده ثانيه واحده وارجع لك. المستشار يوسف نصار لما نجح سنه 78، ده ياسر مصباح ده طلع بتلقائيه يهني المستشار يوسف. قعد يتكلم حوالي ما يقرب من حوالي ساعه الا ربع بتلقائيه. كان موهوب في يعني انا الأداء. عايز اقول لك حضوره كان ازاي. المهم كرموه تاني يوم في المدرسه عندنا ومش عارف، فهو كان ايه المسؤول عن ان هو يقول لك ايه النهارده اقيمت مباراه الفصل الفلاني والفصل الفلاني ومش عارف ايه. فمن ضمن الايه الماتشات اللي هو علق عليها في الطابور الصباحي كان الماتش انا بلعب فيه. فقال كان النهارده مباراه كذا كذا ومش عارف ايه، وقعد يحكي. ويومها بصراحه انا كنت عامل ماتش ممتاز بصراحه. والمهم في النهايه قال لك ودرجات اللاعبين، فاداني 8.5/10. عارف يعني ايه 8.5/10؟ يعني امتياز بالنسبه للاعب. فدي علقت في دماغي الحكايه دي بقى. كوره، وبعدين معلش يعني انت اما يذكر اسمك وانت عيل صغير كده قدام الطابور المدرسي كله، المدرسه كلها، طب هو مين جمال دون؟ طب مش عارف ايه، طب كده. وبعدين الواحد كان برضه جسمه ايه قليل، ف كنت مشهور بالحكايه دي، مشهور بحكايه ايه؟ الله، الولد الصغير دون وبيعدي ازاي وبيعمل ازاي. وكان ايامها بقى مدرسه سلمون دي كانت مليانه نجوم، بلبل شريف ويعني وحسن صبح وكل الناس دي. كانوا زمايلك معاك؟ كانوا في المدرسه، كانوا هم اكبر مني بسنه او سنتين. سابقينك بسنين. بس انا بقول لك في اولى. المهم ايه، هو من اللي اكتشفك بقى الاكتشاف الحقيقي؟ بعد كده بقى كنا في البلد هنا في تاني اعدادي، انا قاعد زي العيال الصغيرين، وفي فرقه من المنصوره بتلعب فرقه البلد الكبيره، وواقف واحد بيحكم رحمه الله عليه الحاج سرور حسن.
فقال لي ولا البس وانزل. البس ايه؟ قلت له ما انا لابس اهو. قال لي طب انزل. رحت جاي نازل. انا عايزك تتخيل بقى عيل صغير قد كده ونازل. فنزلت وكان ليا ولاد عمي بقى اكبر عني رحمه الله عليه محمد حجازي، فنزلت معاهم. فراح اعطيني باص كده، رحت منفرد بالحارس في في المرمى دي. المهم الحارس طلع عليا، رحت حاططها من جاره، راح جاي جون فدخل فيا، راح مطيرني. فيعني شفت الموت يوميها بعيني. المهم بقى من هنا بدات ايه الرحله. بدات ونلعب كوره بقى لحد ما جينا مره من المرات في دوره داخليه، دوره داخليه عاملها من بلدكم نشأة خلف ومجدي صديقه. نعم. وكان معاهم الله يرحمه عرفة مونس. المهم عملوا قالوا ايه، انتوا تدخلوا بفرقة من بلدكم واحنا نعمل في كام فرقة من 100 مزاع. المهم رحنا جينا عملنا الدورة دي، وفجأة الدورة اللي هي معمولة بالصدفة انقلبت لماتش نهائي يكاد يكون كاس عالم بين الكفر وميت مزاح. ميت مزاح بقى كانت فرقه ميت مزاح الله يشفيه ويعافيه كابتن عادل الجنايني. اللهم امين يا رب. ووحيد شطه والسيد شطه. عمالقه يا كابتن. كانوا بقى دي بدايه سطوع النجوم. فرقه بص دي اللي بنى عليها ميت مزاح بعد كده. وكان فيه لعيب كابتن جمال، انت مش زعلان على النجوم الكتير دي اللي ما لعبتش دوري ممتاز؟ حظها هي ما خدتش حظها. بس احنا عزقنا الوحيد. اما تيجي تقول الكلام ده ايامها بص للمنصوره. كان فيها عتاوي. المنصوره خمسه بيلعبوا منتخب مصر. يعني خمسه من المنصوره بيلعبوا منتخب مصر. هتشيل منه تحط مين؟ ايوه انت هتروح في وسطهم تعمل ايه؟ وبعدين معلش يعني كان برضو ايه الكرة لها احكامها ايام زمان. بمعنى لا احكامها في ايه؟ ان معلش كان بينظر للي بيلعب كرة دي على انه ده صايع. حقيقي. ايوه. وبعدين ما بتديش المردود المادي اللي انت عاوزه، اللي مثلا يعوض التعليم. مثلا انت في ثانويه عامه. والكلام ده دلوقتي في انصاف يا كابتن جمال؟ في انصاف ان اللاعب ياخد اعلى ارقام؟ في انصاف دلوقتي؟ انصاف ايه؟ ده تخطط مراحل الانصاف. معلش يعني اما يجي مثلا دكتور وده اعلى مراتب التعليم. الدكتور كبير وهياخد قد ايه؟ امضت لاعب درجه ثانيه بياخد له مليون، يقعد الدكتور يعملهم في كام سنه؟ معلش يعني هو اي نعم دي كوى يعني تعليم وي 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 وكل الكلام ده. هي ارزاق يا كابتن جمال وحظهم دلوقتي بقى. وحظ انا معاك. انا حال العالم دلوقتي وحال الحياه. انا مش ناقم عليهم. لا مش ربنا يسعدهم. بس احنا بنقول الفرق بين ايامنا. بس انا عاوز اقول لك سؤال في غايه الاهميه برضك علشان الناس تبقى مركزه معانا في اللي احنا بنتكلم فيه. اغلب النجوم اللي انا بتكلم معاها اوقات بيبقى عندهم حاله المقارنه. او هو بيقول لنفسه انا كنت نجم اكتر من اللي انا بشوفه ده وكنت استاهل. حقيقي. وهو اصلا عنده حاله الرضا موجوده. لان هو كان وقتها بيلعب كوره بدون مقابل، حبا في كره القدم واسعاد الجماهير. صحيح. وده كلام مظبوط. كلام مظبوط تماما. يعني ما يعني معلش يعني انا بالنسبه لي سعادتي وقمه سعادتي في قعده اللي انا قاعدها مع حضرتك. ربنا يبارك فيك. ليه؟ طب ايه اللي يخليك مثلا تستدعي وتقول طب انا عايز نقعد مع جمال يتكلم كلمتين؟ موهبتك كانت فرض نفسها كابتن. شفت بقى؟ ده قمه الرضا بالنسبه يا كابتن. واما الزبد ربنا بيقول في القران كده، واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انت زرعت وبالتالي ايه اللي يخلي ربنا يبعت لي ملك كده افتكرك واتكلم معاك الا ان انت عملك طيب؟ هو دي. وانا العبد الفقير لله عز وجل. الله يصلح حالك. لا والله بجد. انت يعني انا قمه رضاي ان مثلا المنزل. انا سعيد ان انا قاعد معاك يا كابتن وشرف لي صراحه. يعني مشرفنا يا سيدي ومنورنا. وحاجه بالنسبه لي اطلقت صدري وسعيد جدا 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 ان انا بتكلم مع كل النجوم دول. انا بدات بهم يا كابتن علشان الناس تبقى علشان هم يستاهلوا ان احنا نتكلم عليهم. ما هي انا المواهب احنا مش لقينا دلوقتي بجد من الحاجات اللي احنا بنشكركم عليها. ربنا يكرمك. كانكم
كأنكم بتعيدونا للحياة مرة أخرى. لا يا عم بجد والله انت موجود بكرم أخلاقك وبموهبتك. الله الله يصلحك. فهي دي من الحاجات الكويسة، وإحنا بنلاقي نفسنا الأيام دي تاني. معلش طبعا. يعني هنروح لأسئلتنا بقى كابتن اللي إحنا في البرنامج بنقولها للضيف. أنت لعبت في أي نادي؟ أنا لعبت طلخة درجة تانية بتاع وجديلة. طلخة في عز مجده؟ لا لعبت، ولعبت مع بس كابتن عبد السميع أبو حسين كان المدرب، وقال لي ده أنا هأيدك معايا ومش عارف إيه، وحصل ظروف وقلت له لا بلاشي. فقال لي طلخة؟ قلت له بلاشي. لعبت لعبت دوري شركات برضه معاه. كان دوري الشركات الاول، وقال لي خلاص انا ايدك معاه في طلخه ومش عارف. كم سنه لك في الملاعب يا كابتن؟ انا بدات كوره من 82. كوره بقى يعني. تركت الكوره؟ اتعرفت على الخط. تركت الكوره في سن كام؟ تركت الكوره سافرت السعوديه سنه 91. سنه 91. بس كنت معلش يعني الكام سنه دولا يعني مش عايز اقول لك عملت فيهم كل حاجة أي واحد يتمنى أنه يعمله. الحمد لله. بأمانة يعني. من هو المدرب اللي كان بيديك قوة الدافع؟ بصراحة كابتن أحمد سعود الله يرحمه، رحمة الله عليه، الله يرحمه. كان كابتن أحمد سعود كان من الناس اللي ما يحب بيحب بإخلاص ويتعامل معاملة الناس المحترفة. كله بيشهد له كابتن محترفة. أيوة. الكفاءة في التدريب وغير كده يا كابتن، اللي هو كان بيتعامل نفسي مع كل لاعبين كرة القدم زي ما الكتاب بيقول، ومن ضمنهم انت واني عامل معايا. ما جيبش سيرة الكابتن. لا احمد سعود دي حقه. انا في ناس عيطت، انا بصراحة واحد. في ناس بكت معايا مش عايز اقول اسمائهم، وانا بتكلم على الكابتن احمد سعود رحمة الله عليه. والله يا كابتن بلال لو في واحد بيعملها برياء مش كل الناس هتجمع عليه. نعم. انما الراجل ده كان بيعملها بحب ومنتهى الحب. يعني انا عايزك بالمواهب يا كابتن، انا عايزك تتخيل انه كان ماسك فرقه كفر متفاتك وهو من ميت مزاع. هنروح نلعب في ميت مزاع. هو معلش يعني خلينا نقول حقيقه ان في ايه يعني، مش هو كنا بنسميها عداء كروي، عداء كروي برضه عشان نبقى ايه منصفين في الكلام، بين فرقه كفر متفاتك وفرقه ميت مزاع. لا هو حراره يا كابتن لكل بلد. هما يعني احنا بنقوله كده، انا بحب بلدي وانت بتحب بلدك. أيوة وغيور على بلدك وغيور على بلدك. ما كانش في عداء ولا حاجه. الراجل كروي. ما انا قلت لك كروي. لا مش بكلمه لا ما هو طب استناني انا هقول لك حاجه. خلينا نروح مثلا اهلي وزمالك. غيره بس يا كابتن. لا خلينا نروح اهلي وزمالك. نعم. انا مثلا ابويا زملكاوي وانا اهلاوي. نعم. يعني هوصلها لك يعني، هل من العقل ان انا عايز الزمالك تخسر عشان اشبع رغبتي وفي نفس الوقت الاقي ابويا زعلان؟ هي حاجه صعبه. ورغم ذلك ورغم ذلك الاقيها في ناس كتير بتعمل كده. بس هي الكوره كده. هي طبيعه الكوره كده. انا واقف الاستاذ عبد الرحمن حموده واقف وهنلعب ضربه جزاء، واقف على هنا في ملعبنا ده، وقف وسط بتوع ميت مزاع، قال لهم جمال حبيبي واخويا واتمنى انه ده ضربه الجزاء. والله زي ما بقول لك كده الاستاذ عبد الرحمن حمود الله يديله الصحه، لدرجه ان قابلته بعد كده بقول له كده عبده، قال له انا قلت في الاول ايه، انت اخويا وحبيبي بس انا عايزك تضع ضربه الجزاء عشان الكفر يخرج من البطوله. فالمهم قعدنا. فالمهم ايه الكابتن احمد بأمانة يعني مثلا هنروح نلعب في دورة ميت مزاع، التجمع في بيته يقول للجماعة عنده. هو مسك كفر متفاتك قبل كده؟ صح؟ ده كذا مرة. نعم. اعمل يا ست عصير ليمون ومش عارف ايه في البيت عنده، ويعاملنا معاملة. بص يا جمال بعد التمرين تنزل تاكل من الأرض. بعد التمرين يقول لك ايه، كان يمرنا هنا ومثلا هنروح نتفرج على الفرقه اللي هتلعبنا في المجموعه بتاعتنا بعد التمرين، يقول لي كل واحد يقعد ويبص هيلعب على اللاعب الفلاني اللي في الفرقه دي، ويشوف طريقه لعبه ازاي، تحركاته ازاي، بيعيشك عيشه
انت عارف المحترفين اياميه لعيبه الكوره بتاعت الانديه اياميه ما بيعيشوهاش. نعم. لعيبه الكوره بتاعت الانديه اياميه كان ايه اللي يهمه؟ انه انا بقبض قرشين واجي شايل الشنطه على ظهري، انا بلعب في مش عارف في العمال، انا بلعب في المنصوره، انا بلعب دي. انما الراجل ده كان بيعيشك انت وبتلعب دورات مركز شباب. لا تشوف ايه؟ تشوف اللاعب اللي هتلعب عليه وطريقه تحركه ازاي. طب بيدخل لجوه اما بيكون ماشي بالكوره على الخط، طب هيقطم لجوه ولا يطلع طوال، طب مش عارف ايه، طب الراجل ده بيباص ازاي، طب تحركات الفيرود ده ازاي، الباك يخلي باله من الفيرود اللي يلعب عليه، بتاع خط النص يخلي باله من الراجل بتاع النص هينزل يستلم ازاي. ففكر الراجل كان معيشك فكر احترافي تام. عارف يعني ايه احترافي تام؟ انك انت تنام من بدري. يا عم من حبنا له، من حبنا له كنا نخلص الماتش او التمرين، هو كان له محل في الجامع الكبير. نجمع بعضينا احنا بتوع البلد ونروح نقعد معاه عند المحل نسهر معاه. هو كان محبوب يا كابتن. اه بصراحه محبوبة. هو اشتغل يعني دكتور نفسي، هو مش دكتور. ايوه هو اتعامل معانا نفسيا وعشان كده كنا بننزل. انت تعرف يا كابتن هو بيدربنا اوقات كان يشتمنا شتايم بس وبنضحك. حصل. لان هو بيحبنا كلنا. كان انا ليه ودايما يقول لك حرك المشلوله، يعني مثلا اجي اشوط الكوره مثلا واتاخرت فيها اللي حرك المشلوله مثلا الشماله اللي بيلعب بيمينه تبقى شماله مشلوله. من وجهه نظره كده. ما هو من وجهه نظره ما فيش حاجه اسمها قلت انك تلعب برجل واحده، انك انت ما انت ممكن ما معلش يعني اتحطيت في على الخط. انا من افضل المدربين اتدربت عليهم في حياتي بصراحه. بصراحه لا لا هو بصراحه مع احترامي لناس كتير، انا لعبت برضه في المنصوره بس من افضل المدربين اللي اتدربت عليهم في حياتي الكابتن احمد سعود، لانه كان عنده العامل النفسي عالي. ايوه ما هو الحته ديت فرقت معايا. ما هي بتفرق في دي كابتن. انا وانا بتكلم مع الكابتن حسن العزمي وانا اول مره اقول كابتن حسن العزمي مره بيقول لي ما تخلينيش اعيط خلينيش ابكي لان بصراحة. الكابتن حسني برضه كسر، كان الحاج احمد سعود كان يتمنى يشوفه علشان الناس برضه تبقى معانا مركزه. الكابتن حسن العزمي من الناس اللي بتعشق حاجه اسمها الكابتن احمد سعود رحمه الله عليه، وهو راجل كان محبوب، واحنا مش عاوزين بس نعيش الناس في حزن فتره طويله بس. لا هو يكفي ان اللي هيسمع اسمه هيدعي له طبعا، ودي طبعا حاجه هتوصل له، ربنا يغفر له ويرحمه كده ان شاء الله. فرحمه الله عليه الاعلى في وده بصراحه الله. يعني الراجل ده له افضال كتيره مش عليا انا بس. نعم. وعلى ناس كتير على كل والحمد لله. الحمد لله. نعم. ان هو في تعبه الاخير رحت له البيت، وكان من الحاجات الظريفه جدا اللي كنت بعملها وكنت بعملها بسعاده كل يوم عيد الصبح. هو كان بيجي يصلي معانا في الملعب بتاعنا هنا. نعم. ابقى محضر له الكرسي بتاعه، واول ما يجي يقول لي انت فاكرني، اقول له انا انساك الكرسي بتاعه، ويروح جاي محطوط له اتفضل يا كابتن واروح جاي. انت بتدمع ليه يا كابتن؟ اه؟ انت دمعت ليه؟ والله العظيم والله. لا رحمه الله عليه هو يعني كان يستاهل مننا ان احنا ندمع عليه طبعا. بس عزقنا ان هو كان راجل محترم. نعم. وانه كان راجل يعني قيمة بتاع ربنا، قيمة كبيرة، وعشان كده هو في المكان اللي يستحقها دلوقتي. نعم. نعم. ورحمة الله عليه بأمانة يعني رحمة. فدي برضو من الناس اللي أثرت في معانا. كابتن عمنا من دياسة بيقول لي الحاج أحمد سعود، هي الحلقة اتحولت يا جماعة بس معلش غصب عننا. ما هو الحلقة فرضت نفسها لما تيجي سيرة الكابتن أحمد سعود رحمة الله عليه غصب عننا. ما نعرفش يعني، أنا كنت أتمنى إن أنا أعمل حلقة معاه وحاولت قبل ما يتوفى الله يرحمه بس ما حصلش نصيب. كابتن عمنا من دياسة كان يقول لي هو كان يبقى قاعد دايما على الطريق في ملعب 100 مزاح لما يكون في ماتش لأولنجيل وكان يستنى يبقى قاعد في مكانه وعارف أول وأنا لسه نازل يا عم منعم تعالى ويطبطب عليه كده وياخده بالحضن. كابتن عبد المنعم الدياسطي فاكر الكلام ده كويس جدا لو هو متابعني. كان دايما كابتن خالد عبد الجليل حارس مرمى الدنابيق يفكرنا برضه ان كان ده يقول له انت حارس كبير هتبقى حاجه كبيره. ومصطفى شاور نفس القصه رحمه الله عليه. عادل الجناني طبعا من الاساطير اللي لعبت كره القدم طبعا، وكان متبني ربنا يشفيه ويعافيه اللهم امين يا رب. شعبان عبد العزيز والباشا شوربه وشوقي ماهر
وعلى عبد الوهاب. علي عبد الوهاب قصه ثانيه يا جماعه. برضه محمد عبد الرب وصلاح حارس المرمى الكبير لفريق كفر متفاتك. ومحمد توفيق. هشام شرف. محمد توفيق. يعني لعيبه كبيره. التيمومي بقى اللاعب الكبير كنت دايما اقول عليه. الله. مجد طلبه. هفضل اقول مجد. نفس المواصفات في اللعب نفس اللعب. بس اديله حظ. اديله حظ وهو راضي بال. واحنا راضيين وقانعين والحمد لله على كل شيء. سؤال اتفضل. سؤال يا كابتن. افضل اهدافك انت حطيتها في حياتك ما بيروحش من ذاكرتك. هدف كنا بنلعب الدوره اللي قلت لك عليها بقى اللي كانت البدايه وتحولت لماتش نهائي بين الكفر وميت مزاح. اللي احنا في بدايه الماتش جبنا جون واثنين وثلاثه فهو ميت مزاح جابت جون بقت 3-2 3-1 وبعدين جبنا جون بقى 4-1 ميت مزاح رجعت للماتش 4-4 وبرده من الاخضر. من الاخضر مين اللي بيحكم في المباراه دي؟ ميت مزاح في ملعب الكفر. في ملعب الكفر من الاخضر مين اللي بيحكم المباراه دي؟ يا كابتن الكابتن احمد سعود. فاحنا قلنا ايه ميت مزاح كلها جايه لان الماتش ده اتلعب وتعادلنا والاعاده بقى. فالمهم ايه قلت لهم يا جماعه عشان تحجموا المباراه احنا لو جبنا محمد حسام كان محمد حسام الحكم الدولي ايامها كان اشهر حكم في مصر. ايوه حقيقي. لو جبناه يحكم المباراه والله ما يعجب ميت مزاح هيقول لك ده انتوا جايبينه يحكم لكم. اللي هيحكم المباراه ويلجمها الكابتن احمد سعود. ليه؟ لما يتمتع به من شخصيه في الكفر وميت مزاح. واستحاله شخصيته هتقول ان انا هظلم دي على دي. المهم ما المباراه بقت كام؟ 4-4 وانا استلمت كوره من بعد نص الملعب من هنا وعديت واحد واثنين وثلاثه وشوكه طلع لي رحت حاططها في الزاويه البعيده اللي هناك دي. انا ببص لقيت البلد كلها نامت فوقي وكنت ممكن اموت في الحكايه دي. دي من الاهداف اللي ممتازه لان دي كانت بدايتي كمان. في هدف تاني يعني برضو من الاهداف اللي ممتازه جدا بنلعب اولونجيل في منيه محل الدمنه. وجالنا فاول قدام المنطقه ورحت جاي الحيطه واقفه ورحت جاي حاططها له في التسعين كده بس كان جون شكله جميل جدا جدا برضه وكسبنا اولونجيل. وما اقول لك اولونجيل بمحمود البشبشي عبد المنعم الضياسطي حازم أسماء كمال كبيرة. حازم كمال البربري البربري حمد عبد السلام كامل سلام كامل بص فرقه بقى وحوش فرقه من العيار التقيل. محمود البشبشي ده كان بيلعب في المصري ولعب في السويس والسيد البشبيشي لا السيد كان صغير بقى شويه ايامين. السيد كان الجيل مصدره دايما الفرقه الكبيره يا كابتن. كان لعيب لا طول عمرها طول عمرها من ايام الاسطوره عبد المنعم الضياسطي من ايام صبري خليل. صبري خليل ده احرف لعيب شفته في حياتي ككوره. انا بكلمك حتى على بتوع الدوري الممتاز. صبري خليل وكان عندهم الدكتور محمود فرج برضه من الناس اللي كابتن جمال علامات. كابتن لو دار بيك الزمن لو الدنيا لفت بيك تاني تعمل ايه؟ والله بالنسبه للكوره انا بص اجاهد فيها بقى. ليه؟ لان انا شفت النتاج الايام دي. النتاج الايام دي ونلعبها ونديها حقها. لان احنا كنا عملنا زي اللي رقصت على السلالم. تعليم وكوره. فخدنا انصاف المواضيع نص تعليم ونص كوره. سؤال الاخير بس كابتن بنقدمه نصيحه على السريع كده للنادي المنصوره تتمناها ان شاء الله. تتمنى ايه نشوف المنصوره فيه؟ اتمنى اصل الامنيات شيء والواقع شيء. الناس القائمين على المنصورة ما عندهمش استعداد يقوموا بالفرقة دي وبالبلد دي. نعمل ايه؟ البلد سريع. دي تاريخ. حل سريع. البلد دي تاريخ. ايوه الناشئين. نرجع تاني نشتغل على قطاع الناشئين. ايوه اصل بص عشان تشتري لعيبة بملايين خلاص انت امكانياتك ما فيش.
ماشي. يبقى اعتمد على ناشئين وما فرطش فيهم، ابيعهم بقى اللي يطلع ابيعه وافرغ البلاء الفرقه. تمام، وبنتمنى لهم ان ربنا يصلح حالهم. طب يا رب ان شاء الله ييسر الحال كده، والمنصوره نشوفها تاني في افضل حال. امين يا رب. ودي امنياتنا ان شاء الله ان شاء الله. وفي نهايه حوارنا الشيق والممتع مع الكابتن التيمومي الكابتن جمال عبد الجواد، بنتقدم له بخالص الشكر والتقدير له والعرفان على هذا المشوار الحافل بالانجازات والاخلاق والموهبه، وبنقول له الف شكر يا كابتن، وانا سعيد ان انت موجود معانا. ده انا اللي بشكركم والله، وبشكركم من كل قلبي لاستضافتكم الكريمه دي، وانتوا نورتونا. تستاهل يا كابتن، الله يصلح حالك. والف شكر، الف شكر على اللقاء الممتع ده. متشكرين، شكرا. انتظرونا مع برنامج الموهوب على قناه بيبو سبورت، علشان هنقدم لكم لقاءات حصريه مع نجوم البحر الصغير.